اهلا بيكم في مطبخ رباب. النهارده هنعمل مع بعض عيش التورتيه او عيش التورتيلا على حسب ما انتوا بتسموه في بلدكم، بالطريقه سهله وسريعه بالطريقه الاصليه. ويلا بينا نبدا الوصفه على طول. اول حاجه هحتاج معايا 2 كوب من الدقيق، ممكن تجيبوه متعدد الاستخدامات وممكن تجيبوه المخبوزات على حسب المتاح. هنا معايا 2 كوب ونص، ومعايا هنا نص كوب من دقيق الذرة. نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر. هنحتاج 2 معلقة من اللبن البودرة. اللبن البودرة بيحسن معايا النكهة وبيقويها جدا. معلقة كبيرة بيكنج باودر، احنا هنا في العجينة دي مش هنحتاج خميرة فاستخدمنا البيكنج باودر. هنبدأ نقلب المكونات الجافة مع بعض. طبعا العيش التورتية او عيش التورتيلا ده بيبقى ليه كذا طريقة، بس الطريقة دي تعتبر الاصلية، وهعمل معاكم طريقتين او 3 طرق كمان، بس انا حبيت ابدا بالطريقه الاصليه. حاليا احنا هنقلب المكونات الجافه كويس جدا مع بعض، وهبدا انزل عليه بربع كوبايه من الزيت. الزيت بتخلي العجين معايا خفيف شويه مش تقيل زي الزبده، وهبدا انزل بالميه، بس هنزل بالميه تدريجي. انا معايا هنا حوالي 200 جرام من الميه، بس مش هنزل بيها مره واحده، على حسب احتياج الدقيق معايا. المرحله دي هبدا اعجن بإيدي. كده خلاص العجينة معايا خلصت بالشكل الجميل ده ومش بتلزق خالص. هنسيبها ترتاح من 20 لـ30 دقيقة، وكل ما تسيبها ترتاح اكتر كل ما تكون معاكي سهلة في الفرد. وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه. كده خلاص عدى حوالي 30 دقيقة والعجينة خلاص ارتاحت زي ما انتوا شايفين. هنبدأ ان احنا نشكلها مع بعض. هنجيب طبق او اي حاجة تحبوا تحطوا عليها العجين، وهنبدأ نعمل كور. اهم حاجه ما يكونش حجمها كبير، لان العيش التركي ما بيكونش تخين، يكون رفيع. عملت معايا بالظبط 8 قطع من الكور. هنغطي العجين ونسيبه يرتاح حوالي 5 دقايق. اهم حاجه في المرحله دي ان احنا نسيب العجين برضو يرتاح زي المره الاولانيه، بس يرتاح 5 دقايق بس، عشان لما تيجي تفرديه يكون سهل معاكي وما يتعبكيش. وكده خلاص بعد ما عدى 5 دقايق هنبدا ان احنا نفرد العجين. هنحط شويه دقيق وهنبدا نجيب العيش ونبدا نفرده بالشكل ده. ممكن في المرحلة دي ان احنا نسويه بالشكل ده وخلاص، كده بقى تساوي جميل. بس في ناس ما بتحبش الاطراف ما تكونش متساوية، ممكن تستخدمي القطاعة اللي تسويه، بس انا بستخدم اي غطاء عندي بلاستيك او استلس بيكون افضل، لان بيطلع الحاجة فعلا مظبوطة معاكي.
كده خلاص بقت متساوية معايا. العجين ده مش هنرميه، نخليه على جنب، وهنبدأ ان احنا نشيل العجين معانا وهنروح نسويه على النار. انا هنا معايا الطاسة دي، انا بستخدمها للكريب وبستخدمها للعيش لما باجي هعمله على النار، ملهاش اي اطراف، بس انت ممكن تستخدمي اي طاسة متوفرة عندك تكون نفس المقاس اللي انت هتستخدميه او هتعملي على قد العيش. طبعا انا موطيه النار وهبدأ ان انا انزل بالعيش بتاعي على الطاسة بالشكل ده. طبعا ممكن تعملوا المقاس اللي يعجبكم، مش ضروري مقاس معين، على حسب انتوا ما تحبوا. وهنبدأ ان احنا عايزين بس العجين يشمع، احنا مش عايزين ان العجين ينفخ معانا، لانه نفخ معانا يبقى العجينة فاشلة جدا. احنا عايزينه بس ان هو يبقى مشمع بس من الجنبين وياخد لون ذهبي خفيف جدا، مش عايزينه لون ذهبي تقيل. وتكون النار زي ما قلتلكوا ضعيفة خالص من تحت، يعني على قد ما تقدروا وطوا النار. كده خلاص هو خد لون ذهبي من كل الاطراف. هنبدأ ان احنا نحطه على قماشة علشان يبرد وفي نفس الوقت ما ينشفش مننا. هعمل معاكم واحدة كمان. هنا الطاسة احنا حطينا على النار زي ما قلنا، نار هادية خالص. طبعا لو ما بتعرفوش تشيلوا العجين بالطريقة دي، ممكن تفردوا اصلا العجين على الطاسة، مش هيبقى مشكلة. زي ما انتوا شايفين فكاكية بسيطة بدأت تطلع، ده اللي انا محتاجاه. انا مش محتاجة ان هو ينفش لفوق زي ما قلنا من شوية. وخلاص كده اتشمع، هبدأ اقلبه على الوش تاني. جميل جدا. وهنا انا مجهزة معايا الطبق زي ما اتفقنا، ويكون عليه قماشة. انا حاطه هنا العيش ما ينشفش. كده خلاص العيش بتاعي بقى شكله ده المطلوب اللي انا محتاجاه. انا مش عايزاه يستوي قوي، هبدأ احطه على العيش تاني واغطيه زي ما اتفقنا علشان ما ينشفش. هخلص الكمية كلها وهرجع لكم تاني. وبكده يكون عيش التورتية او عيش التورتيلا جاهز معايا زي ما انتم شايفين، طري وجميل وهينفعكم في كل السندوتشات اللي تحبوا تعملوها رول. ولو عايزين تحفظوه ممكن يقعد معاكم من اسبوع لعشر ايام. اهم حاجة تحطوه في كيس بلاستيك وتحطوه بين كل طبقة والتانية ورق زبدة، او مش ضروري ورق زبدة قوي، بس اهم حاجة تحطوه في كيس بلاستيك. هيتحفظ معاكم لمدة عشر ايام بالظبط وممكن اكتر كمان. وزي ما انتم شايفين جميل جدا. ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو انكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.